على هامش استقبالها المهنئين بعيد الأضحى المبارك، أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن الوزارة تستعد لاستكمال خطط الإنجاز والتنمية بعد فترة الأعياد والإجازة الصيفية. مستعدين إن شاء الله لمزيد من الإنجازات، للتعاون أكثر طبعا وبشكل أفضل وأعمق مع مجلس الأمة في دور الانعقاد الأخير. المساحات التشوينية اللي يتم تحديدها ويعني إعطائها إلى المقاولين يجب أن تستثمر في بناء مدن عمالية كامباوند للعمال داخل هذه المساحة التشوينية، مو بس أنها تكون للمواد الإنشائية اللي يحتاجونها داخل الموقع. طبعا هذا راح يوفر كثير يعني على الدولة من استهلاك البنية التحتية، من الازدحام اللي ممكن يصير، الضغط اللي يصير خلال يعني فترات إنه أو داخل المدينة بالشوارع. فيما نفت الوزيرة ما تم نشره مؤخرا عن زيادة في أعداد الوافدين من إحدى الجنسيات للبلاد، مؤكدة أن الأرقام لا تتجاوز 2400 وافد شهريا. لما نيت على القطاع الأهلي في 2018 كانت عندي معدلات الدخول الشهرية 2200 توصل إلى 1400 بالشهر. نعم هناك يعني اللي مبين عندي أن أذونات عمل اللي صدرت لأول مرة في 2018 62,000، لكن تم ألقي منها 23,000، الصافي 38,000 خلال 2018. لما نيت على الحكومة، العمالة هذه موجودة داخل الكويت، العمالة المصرية موجودة في القطاع الحكومي 577. طيب لما نيت أيضا على الفئات العمرية، في 10,000 منهم يعتبرون أطفال من 5 سنوات حتى تقريبا أقل من 19 سنة. أنا ما عندي مشكلة في هذه العمالة لأنهم قاعدين بناء على تراخيص وقاعديون بناء على عقود. فيما تبذل الوزارة بمعية عديد جهات مختصة وضع الخطط لمعالجة حلول التركيبة السكانية، لكنها تتطلب المزيد من الوقت في خطة طويلة المدى. لتلفزيون المجلس، رياض العبادي.